السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل كرات البطاطس بطريقتي. كرات البطاطس بتحتاج لي بطاطستين كبار مسلوقين ومهروسين، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين نشا، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة ملح أو حسب المذاق، وقد تمن موتزاريلا أو قد مثلا قبضة إيدك كده تحطي فيها موتزاريلا، ومعاهم وحدتين جبنة رومي. بنحطهم على البطاطس، ورشة فلفل أسود، ورشة شطة، ورشة كمون، ومعلقة الملح طبعا. حطيت معلقة الملح مع النشا والبيكنج باودر، هنهرسهم بقى يعني ندوبهم كلهم مع بعض، وناخدها نعملها يعني نكورها كده، ونحط فيها الموتزاريلا مع الجبنة الرومي. ونلفها حلو، ونستعمل نفس الطريقة، يعني نلفهم كلهم بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها اول واحدة دي معاكو. طبعا النشا والدقيق هما اللي بيخلوا البطاطس ما تفكش في الزيت، ولو حتة حتة من الموتزاريلا طلعت ده عادي يعني، بس يعني يستحسن ان انتي ما تستنيش عليها لحد ما الموتزاريلا تطلع من جوه، بتطلعيها بسرعة اول ما تبقى صفرة. وقبل ما تحطيها تحمريها في الزيت، بتكوني حطيتيها شوية في الفريزر بتاع 5 دقايق او 10 دقايق، عشان تضمني انها مش هتفك منك وانتي بتحمريها وانتي بتقليها. وبنفس الطريقة هخلصهم كلهم، هكورهم كلهم. بعد كده هدخل على المرحلة اللي بعد كده، اللي هي ان احنا بنجيب نشا، ومعلقة نشا، ونص كوب بقسماط، ومعلقة دقيق، هنقلبهم مع بعض، ونجيب بيضة نفقشها ونحط عليها رشة كمون، ورشة فلفل، ورشة ملح، ورشة فلفل اسود، ورشة شطة. وهنرب البيضة، نضربها كده على الفلفل والملح والشطة. وبعدين هنبدأ في الخطوة اللي بعد كده، هناخد البطاطس، كرات البطاطس، نحطها في البيض المربوب، وبعدين نحطه في البقسماط والدقيق والنشا، الخلطة دي يعني، وبعدين نحطهم في الطبق. وبنفس الطريقة هكملهم كلهم، وبعدين نحطهم في التلاجة بتاع 10 دقايق في الفريزر يعني، قبل التحمير على طول، عشان نطمن ان هي مش هتضرب مننا في الزيت وقت القلي. وبعد ما طلعتها من الفريزر، كنت مجهزة الزيت، مولعة على الزيت على النار، بحطها فيه طبعا. اول ما الزيت سخن احط الكرات في الزيت،
واول ما تبدأ تبقى صفرة بس كده على طول تلحقي تطلعيها قبل ما الموتزاريلا من اللي جوه تدوب كلها، يعني تلحقيها بسرعة افضل، يعني ما تقعد في النار كتير مش حلو، هي لونها كده كويس جدا، اللون الذهبي ده بيبقى حلو في البطاطس اساسا المحمرة، والبطاطس دي اللي هي كرات البطاطس بالموتزاريلا. وممكن تعملي نفس الطريقة مع باللحمة المفرومة كمان، يعني تحطي مع الموتزاريلا وحتة قطع الجبنة الرومي تحطي معاها حبة لحمة مفرومة هتبقى تحفة، وتسيبيها في الفريزر 10 دقايق وبعد كده تطلعيها تحمريها، دي احلى طريقة وبتبقى حلوة جدا في الاكل. وطريقة تقديمها اهي، وشوفي من جوه الموتزاريلا سايحة ازاي وجميلة، وبألف هنا وشفا. ولو عجبتكم ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين وبخير وبعوض الأيام.